بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله بدي أورجيكم طريقة أخرى لمحاولة حل الـ Discrete Log Problem، طريقة بنسميها Baby Step Giant Step Algorithm. لكن قبل ذلك خليني يعني أقدم ببعض النظريات ثم بنشرح الطريقة، وفي محاضرة قادمة بورجيكم كيف نطبقها من خلال الماثماتيكا. تعالوا نبدأ بهاي النظرية. Theorem: Let P be a prime و let G be an element in UP. مش بالضرورة انه يكون primitive root، و الorder لG بيساوي capital N. Then GX equal h، هذه المسألة بدي أجيب قيمة x بحيث إن لما أرفع g للقوة x بتعطيني h. هاي يعني classical discrete log problem. طبعا هاي mod p can be solved in order n steps each step consists of multiplication of G. تعال خلينا نشوف البرهان. بروف، تعال ناخذ G to the 1، G to the 2، G to the 3 لغاية G to the N اللي هي طبعا راح تساوي 1، لأنه الأوردر للG كم بيساوي؟ بيساوي N، هو أصغر قوة بتخليه الأيدنتيتي. الآن هذول كم وحدة؟ These are N steps. تمام. And we can find G to the X equal H. يعني أنا G to the 1 إذا كانت H معناته ال X بتساوي H. G to the 2 بتساوي H معناته ال X بتساوي 2. G to the 3 بتساوي H معناته ال X بتساوي 3 and so on لغاية الأخير. فإذا هي هذولا، وهذه طبعا هذه it needs n steps. So the algorithm is order n، اللي هو اللي هو ايش هذا؟ اللي هو الاوردر للإلمنت. طبعا الآن كل واحدة من هذول ال raising g to the power، هذا ايش بيعطينا؟ بيعطينا log الأس تبعه. So we need order n log n operations. لو بدي أشوف الأوبريشنز كلياتهم، طبعا إحنا الأولانية واحدة، الثانية log 2، اللي بعدها log 3، اللي بعدها log 4، لآخر واحدة log n. فأقصى شيء log n، فإحنا بنتعامل مع الورد سيناريو أنه يفرضوا أنه ضليت أحسب لغاية آخر لحظة لما طلع معي ال h. راح يكون عندي n من المرات كررتهم، كل واحدة الأوردر لإلها log n، فإذا راح يكون n log n. طبعاً لاحظوا if order g equals p minus 1 i.e. g is primitive root، فهذا ايش؟ هذا بيعطيني اللي سويته المرة الماضية، انه كيف بدي احاول احل المسألة، كان هذا هو الاوردر لإلها. then the algorithm is order p minus 1 log p minus 1
زي ما شفنا المرة الماضية، لأن الأوردر للبي في هاي الأوردر للجي راح يكون P minus 1. إذا لاحظوا كل ما كان الأوردر للجي أكبر كل ما صارت حل المسألة أصعب. الآن تعالوا خلينا نروح للي بنسميها البيبي ستيب جاينت ستيب ألغوريثم. خلينا نشوف شو هي الألغوريثم، ليش سميناها هيك، ليش هي صحيحة. إذا الآن خلينا نروح للي بنسميها بيبي ستيب جاينت ستيب ألغوريثم. تعال نفرض أسيوم إنه order g equals capital N و we want to solve g to the x equal h، يعني we want to find x هذه بحيث إنه g للقوة x بتساوي إيش؟ بتساوي h. شوفوا الألغوريثم. الألغوريثم one let small n equals square root of capital N. طبعا ال square root هذا مش شرط يكون عدد صحيح، فباخذ له ايش greatest integer less than or equal to N وبجمع له ايش، بجمع له واحد. So N هذه أكبر من square root of capital N. Two, create the list. بدي أسميها L1 اللي هي G to the 1 G to the 2 G to the 3 لغاية G to the N. بحسب كل واحدة من هدول. طبعا لاحظوا كل واحدة من هدول العدد العمليات اللي هي لوغاريثم الأس كم مرة راح أكررها؟ راح أكررها small n times. هاي أول list. الليست الثانية 3 create the list L2 اللي هي معلش أنا خليني أبدأ بواحد واحد، يعني G to the 0 G to the 1 G to the 2 G to the 3 لغاية G to the N. وتعالوا خلينا نأخذ H G عفوا H G to the minus N H G to the minus 2N H G to the minus 3N وهكذا لغاية ما أوصل H G to the minus N squared. إذا أنا أوجدت two lists. نفس الشيء هنا أنا في عندي N steps. طبعا أول واحدة يعني أنتم ممكن تحكوا لي هذول عددهم N زائد واحد، أقول لكم صح، بس أول خطوة هنا واحد في ال L1، أول خطوة في ال L2 H، هاي ما فيها حساب، الحسابات بتبدأ بعد هيك. فإذا كل واحدة فيها N من الـ الـ العناصر. Step 4 Find a match. Between the two lists. أوجد IE. Find L1 تقاطع L2. Say إنه راح يكون عندي G to the I واحدة من الأولانيات بتساوي H G to minus J N، هذا عنصر من المجموعة الثانية. فنوجد واحد من الأول بيساوي واحد من الثاني، هيهن راح يكون إن هيك، أضربه بجي to the I N، فإذا بصير عندي جي to I plus
Jn بتساوي H G to minus Jn G to Jn اللي هي بتساوي H. إذن هي حصلت الـ H وبالتالي X بتساوي I plus Jn. تمام؟ الآن بس آخر ملاحظة خمسة. The complexity of this algorithm is order square root of n log n. تمام؟ يعني هذه أصغر شوي من اللي فوق. اللي فوق إيش كانت؟ order n log n. هذه order square root of n log n. لكن خلينا حقيقة يعني لاحظوا التكنيك هذا أو الألغوريثم هذا بيعتمد على الخطوة الرابعة، إنه في عندي تقاطع بين list 1 و list 2. خليني أورجيكم ابتداء إنه فعلا في عندي تقاطع وبعدين بورجيكم الكومبلكسيتي. فإذا تعالوا خلينا نشوف البروف. لاحظوا أنا خليني أخذ x بتساوي q n plus r، قسمت على n وأخذت الريميندر، والr أكبر من أو يساوي الصفر، أقل من n، وطبعا ال n أقل من capital N. الآن لو بدي أحصل على ال q، لاحظوا لي ال q بقدر أكتبها x minus r over n، واللي هي أقل من أقل من مين؟ هذه هاي أقل من capital N over n، لأنه ال x power هي أحد ال powers تاعت الجي. هلأ أكبر قوة للجي اللي هي capital N، هذا ال order لإله. فإذا كل القوة راح تكون أقل من capital N، فهي الـ X ونقصت منها شيء لسه أقل من N، فإذا أكيد الفرق بيناتهم راح يكون أقل من N مقسوما على N. ولاحظوا إنه هذا أقل من الـ إحنا إيش عنا اللي بتتذكروا وين وين وين؟ أنا عندي الـ N أكبر من جذر N، معناته الـ N تربيع أكبر من N، فإذا الـ N أقل من N تربيع على N، وهي بتساوي N. الآن لو ضربنا في N الطرفين بصير عندي Q N أقل من N تربيع. نعم، إحنا عندنا الـ H اللي هي بتساوي G to the X، هذا اللي أنا بدي أحله. والX هذه أنا بقدر أكتبها G Q N plus R. Now G to the R belongs to L1 and H G to minus Q N belongs to L2. تمام؟ وبالتالي أنا إيش اللي سويت؟ أنا هاي راح يصير عندي H Q to minus Q N بتساوي G to the R من المعادلة هاي اللي حصلتها هنا. هيها ال G to the R موجودة في L1، و H G minus Q N موجودة في L2، إذن هذا موجود في L1 تقاطع L2. إذن لازم يكون في تقاطع بين هذولا two lists. الآن L1 is called the baby step list لأنها ماشية شوي شوي، G to the 1 G to the 2 G to the 3 فماشية خطوة خطوة. و L2 is called the giant step list لأنه القفزات فيها سريعة جدا. الآن هذول التو لست أنا بحسبهم
ومن خلالهم احنا اثبتنا انه لازم يكون في عندي تقاطع، وبالتالي هي انا بكون حصلت على المطلوب. اذا هي هيك راح تكون عندي الاشياء. الان تعالوا خلينا نحسب الكومبلكسيتي. To find the complexity of the algorithm. لاحظوا to form L1 we need n steps of أو ال n steps each with multiplication of g. تعال نرجع مرة ثانية لل L1. هاي ال L1 g to the 1 g to the 2 g to the 3 لغاية g to the n. كم واحدة هذولا؟ n. إذا n small n من الخطوات، وكل واحدة هي عبارة عن ضرب الجي بنفسها. فإذا هنا إيش راح يكون عندي؟ هذه هاي أوردر أوردر كم؟ N لونج N، أو اللي هي إيش بتساوي؟ هذه أوردر N اللي هي سكوير روت أوف N لوغاريتم سكوير روت أوف N اللي هي N هو نص. النص هذا بيطلع لبرا، والثوابت هذه أنا يعني ما عندي مشكلة فيها. فإذا هاي أوردر سكوير روت أوف N لوج N. نفس الشيء to form L2 we need N steps each with multiplication of G. تعال نطلع على ال L2. وين ال L2؟ سيبوا ال H هذه أول واحدة، هاي ما فيش حساب. هاي H في G to the minus N H to the في G to the minus 2 N H to the في G to the minus 3 N لغاية minus N N. فإذا هاي في عندي N من الأرقام، كل واحد عبارة عن ضرب ال G بنفسه. فإذا هنا إيش راح تكون؟ هذه order N عددهم N وكلهم قوى. فإذا هاي log N اللي هي شفت قبل شوي إنه order square root of N log N. تمام. الآن تتذكروا الكومبلكسيتي لما كان عندي يعني أنا بوجد ال L1 بأوردر square root of N log N، بوجد الثانية بأوردر square root of N log N. هاي two functions. الآن المجموع باخد الكبير فيهم هو نفس الرقم. فإذا the algorithm is of order square root of N log N. فإذا هذا هو عدد الخطوات اللي ممكن أسويها في البيبي ستيب جاينت ستيب compared to order N log N لو كنت إيش. أنا ما بدي أشتغل بالبيبي ستيب جاينت ستيب، أنا مجرد أني إيش الموجود أنا بحسب كل القوى الممكنة لغاية ما أوجد الجواب المناسب. هاي اللي تكلمت عنها المرة الماضية، وكانت أوردر P-1 log P-1 اللي هي كانت الأوردر للجي. الجي هناك أنا كنت ماخذه شو اسمه هذا primitive root. فإذا بلاحظ أنه هذا الطريقة البيبي ستيب جاينت ستيب أحسن بدل الان يعني لوج ان. لاحظوا أنه نفسه لكن هنا ان بينما هناك كانت جذر ان فهي أصغر، وبالتالي ممكن تسوي لي حسابات بشكل أسرع. خليني بتوقف عند الناحية النظرية هذه أنه فعلا هذه الطريقة ممكن تحل. المرة الجاي بورجيكم باستخدام الماثماتيكا how to solve such problems. توقف عند هذا القدر.